دكتوره حضرتك، احنا عندنا قضيه في شديده الخطوره الا وهي الزياده السكانيه. يمكن سياده الريس مؤخرا في الافتتاحات الاخيره في مجمع الخدمات الطبيه في الاسماعيليه اكد برضو على القضيه وتكاتف كل المؤسسات. دور المجلس من القضيه دي، هل المجلس له خطه بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنيه؟ طبعا طبعا، الحكومه كلها ليها خطه. مفيش الملف ده هيدار يعني بقيادة دولة رئيس الوزراء، فده ملف ما ينفعش كل حد يشتغل لوحده. وأيضا من الملفات اللي لم تثبت نجاح، لأن كل واحد بنشتغل ممكن تشتغل في جزر منعزلة. الملف ده محتاج كمان تنسيق، فالمجلس جزء من الآليات التنسيقية اللي بتشتغل مع باقي المؤسسات وتحت قيادة دولة رئيس الوزراء. دورنا توعية على تمكين اقتصادي، دورنا توعية المرأة على ان ملف السكان، او كل ما بتزيد الاسرة عندها كل ما هيبقى بياكل في دخل الاسرة. يعني احنا بنقول لها انت بياكل في دخل اسرتك، تخيلي دخل بلدك كلها، كل مؤشرات النمو بتتاكل من الزيادة السكانية. فاحنا شغالين في اطار متكامل، الحكومة عندها خطة متكاملة، المجلس القومي للمرأة ترس من هذه التروس، و هنشتغل في كل فروع 27 فرع باذن الله. تمكين اقتصادي، توعيه، والتوعيه من الصغر على فكره، مش يعني لازم نبقى الجيل طالع عارف ان الاسره الصغيره هي اللي هتبقى افضل باذن الله. الحاجه الثانيه برضو مهمه، قضيه الغريمات. معظمهم والاغلبيه منهم اللي هم سيدات، واحنا مش عايزين نقول ان المراه نصف المجتمع، ده المراه الحقيقه هي اصبحت المجتمع كله، هي الام والاخت والبنت وكل شيء. قضيه الغريمات كتير قوي من اللي بيقعوا في قضيه الغريمات من معظمهم الاميين اللي بتجهز بنتها، الوعي هنا برضه دور المجلس للسيدات. اولا قبل ما اقول كلمه على دور الوعي، خليني احيي سياده الرئيس، لان قضيه الغريمات دي من القضايا يعني من المبادرات الرئاسيه اللي فك كرب انسان في محنه كانت هدف سامي لسيد الرئيس. وخرج كتير كتير كتير، تحيا مصر، خرجت العديد والعديد من الغارمات. ولكن القفل يعني تقفل بقى الملف ده ازاي؟ معظم الغارمات بتبقى عشان بتجوز بناتها، والتكلفة العالية جدا في الجهاز مش طبيعية صراحه. يعني الاسر كمان اللي هي الاولى بالرعايه او الفقيره او اللي هي اقل دخلا هي الاكثر، ايه اللي هي الاكثر. انا يعني انا مش بصدق عدد اطقم الملايات اللي بتبقى في الوسط. حضرتك جبتي يعني انا مش بصدق. انا جالي ورقه، احنا كنا بندرس الموضوع ده عندنا، ف قلت لهم عايزه اعرف الافريج، يعني ورقه جهاز مهوله جدا، ارقام مهوله جدا. لا وبعدين المشكله بقى يعني انا يا فندم ما اتجوزتش بده، يعني انا والله انا اتخضيت. يعني طبيعي حاجه غريبه جدا في القريه بتاعتنا، قريه في بني سويف، فبيكلموني يعني فرح ومش عارف ايه وبتاع، فبيقول لي دول جايبين رياشه فراخ. قلت لهم هيعملوا بيها ايه؟ عارف حضرتك انت بتاع التريش الفراخ دي عند الراجل بتاع يعني ايه ريش فراخ؟ يعني اللي هي دي حضرتك اللي هي اللي بتنظف محل الفراخ؟ لا ما تقوليش، لا محل الفراخ اقسم بالله زي ما بقول لحضرتك. تبديل قلت له طب محل يعني اللي بتحط فيها الفرخه فتطلع نظيفه؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لهم يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني الست دي مفترض ان هي يعني فلاحه وهتروح الغيط وترجع مش عارف ايه وتساعد جوزها. حرام حرام. ايه ده يا فندم؟ بيبقى عندهم الحاجه من عشرات السنوات ما تمش استخدامها. انا بقول لحضرتك احنا جينا الفروع عندنا، قلت لهم عايزه اعرف بس يعني اعداد يعني كتكلفه الزواج في الاسر الاكثر احتياجا قد ايه. طبعا هو بيتجوزوا في الاكثر احتياجا بيتجوزوا في نفس البيت، فانت معظمهم بيبقى مع حماتها او كده، ف 24 ملايه هي بتجيب للاحفاد 48 فوطه بتجيب للاحفاد، ما هي بتوزع منهم بقى ده كمان الاسر مع بعضها. ده بنتي جابت قد كده وهي هي دي المشكله. هي دي كام عربيه تبقى بالزق نيش وسفره اللي هو ليه ال 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 ومفيش يعني اظرف حاجه جات لي في الطلبات كمبيوتر. لا اظرف ما شفته في الجهاز كمبيوتر. فانا سالت بقى عن الموضوع، انا بالنسبه لي طب ليه؟
ليه جهاز الكمبيوتر؟ يعني الرياشه دي جديده بس كان الاجدد بالنسبه لي. عندنا جديده بقى. ليه جهاز الكمبيوتر؟ اسمعوا اغاني عشان يسمعوا اغاني عليه. على الكمبيوتر. اجيب الراديو. لا ازاي؟ طب كل ده بتروح لعم حسين في القريه؟ عم حسين يجيب لها كل الحاجات في 48 ساعة وامضي يا حاجة. خارج مصر بيبقى في حاجة اسمها البلاستيك ماني، لما ما تفضل تشتري بالكريدت كارد وانت مش حاسس، عارف الاحساس ده؟ انت مش بتدفع، احساس الدفع ده بيخليك تقول ايه ده انا صرفت كتير النهاردة، انما ده البلاستيك ماني بياخد. فاحنا عندنا نوع تاني. لا في منتهى الخطورة. طب ما نشتري على قدنا، لا ما هو ده هيعايرني. فدخلنا في دايره كده مفرغه من الـ مين بيشتري ايه علشان يرضي مين، عشان نمشي في العربيه. بنأجر عربيه كمان على فكره. العربيه كمان العربيه اكتر. انا ما بقتش مصدقه. قلت على فكره الارقام دي ما عمري في حياتي ما شفتها، انما عشان توعي الناس ان لا الفوطه ولا عدد الملايات ولا الرياشة ولا الكمبيوتر ولا التلاجة ولا الغسالة هتحمي حياة بنتك في البيت ده. والبداية لما تبقى مستريحة قوي قوي كده بتخلي ان مفيش اي نوع من المعافرة ولا بين الاسرة ولا الارتباط بالبيت ده. دخلوا على مستويات كلها بقى، دخلوا مرتاحين قوي. يحصل ايه؟ دخلوا مرتاحين. يبدأ هنشتغل ايه؟ ما هو اللي انا عاجبك. نشتغل ليه؟ خلقنا مجموعه مش عايز تشتغل. لا احنا مهم جدا ان الشاب والشابه يكافحوا علشان يبنوا بيتهم. مش 46 ملايه ولا ده جاهز. هو الحقيقه بعد ال 48 و 18 بطانيه. طب ليه مش 20؟ ازاي بقى؟ عشان قريبتها وجارتها و ازاي؟ وليه مش 20 بطانيه؟ 18. فهو احنا قضيه الغريمات دي طبعا بتصعب عليا الام لانها عايز تفرح ببنتها، بس ممكن تفرحي مش بكل الكميات دي. اديها فرصه هي وجوزها يبنوا بيتهم، اديها فرصه هي وجوزها يقربوا من بعض ويبقى في هدف كده ان يبقى بيتنا احلى. اديها فرصه ان هي تشتري الحاجه دي بفلوسها وبفلوسه. انما طول ما احنا طول ما احنا بننافس بعض، الاسر بتنافس بعض، هنلاقي القضيه دي مفتوحه وما تمضيش، لان اللي انت اشتريتيه ب 10 انت ماضيه عليه ب 100. انا قلت حضرتك عن مكتب شكاوى المراه واغرب الشكاوى اللي بتجي لكم. وهل صادفتوا مره مثلا في راجل جاي يشتكي مراته في المجلس؟ صراحه يعني والله يعني احنا بيجي لنا العديد من الشكاوى، كلها معظمها طلاق او خلع او نفقه، ورابع درجه بتبقى العنف. انما احدى المشكلات جات لنا كان رجل مش علشان عنف ولا حاجه، هو عايز مش عارفه اقولها ازاي، بس عايز يبقى عنده مكتب شكاوى للرجل. واشمعنى مراته جت اشتكت هنا وهو لا؟ ف طب حضرتك يعني اعمل ايه؟ يعني الموقف ده اعمل في ايه؟ بس استغربت ان هو بس عايز يشتكي زي ما مراته اشتكته. يعني مراته بترفع خلع الاسباب ان عايز يشتكي. وعمل قصه وبتاع. انما هو لا بتيجي بيك بعض الرجال، ولكن احنا الحمد لله احنا معظم القضايا بنحاول نحلها. احنا في كل الفكره ان انت بيبقى عند السيدات دول مجموعه من المحامين المتطوعين اللي يقدروا ينزلوا مع السيده القضيه، وبتبقى السيدات الاكثر احتياجا برضو ما بيقدروش يدفعوا ثمن المحامي. فاحنا بنشيل عنهم كل كافه الاجراءات القانونيه، المجلس بيدفعها، وبنجيب المحامي المتطوع بالاضافه الى المجموعه القانونيه اللي عندنا بتستمع للسيده. عندنا كمان متخصصين نفسيين، متخصصين اجتماعيين، لان بتوصل لنا السيده في حاله يعني اكزوست. وستات تقول لك طب انا مش عارفه اعمل حاجه، انا هسيب الولاد على باب على باب المجلس، ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس اصرف عليه. لا في حاجات كتير قوي كده، يعني تقول لك انا عايزه النفقه اللي بتصرف لي ما بتكفنيش. يعني هو لعب في الورق بتاعه ووصل وبيدفع موبايل كذا. طب هو لو دخله الرقم ده مش هيدفع فاتوره الموبايل، والمحكمه حكمت لها مثلا بمبلغ قليل، هتعمل ايه؟
ده طبعا مشكله كبيره يا فندم. موضوع قضيه اللي هي اثبات الدخل ده والكلام ده كله، يعني الست النهارده المطلقه او كذا في موضوع النفقه ده تبقى قضيه صعبه جدا. موضوع اثبات الدخل المفروض بصراحه ما يبقاش على مسؤوليه السيده هو اثبات الدخل، يعني تروح يعني عمله وتروح مش عارف لا إيه. يعني احنا بنحمل ورق فتعمل انا بص بالخبره بعد 5 سنين ان انا السيده هي اللي يبقى عليها مسؤوليه اثبات الدخل على الرجل علشان اعرف اخد نفقه كويسه مجهود صعب جدا، خاصه في الظروف اللي هي بتبقى فيها. يعني انت ما بتطلبش من حد في حاله نفسيه عاديه، لا انت هي عايزه تثبت الدخل. اعتقد ان هو مش المفروض يبقى هي اللي بتثبت. ودلوقتي بقى عندنا قواعد بيانات متميزه في مصر، يعني المفروض تبقى هي دي اللي بتثبت دخل الرجل. فاتوره التليفون لوحدها دخل، اثبات للدخل. ف ما نحملهاش بعبء اكثر، ونتمنى ان شاء الله خروج قانون الاحوال الشخصيه يبقى قانون منصف للحالات الكثيره.